باب ما جاء بالذبح لغير الله ولم يقل من الشرك. لماذا؟ الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام وارتاح، لأن بعض الناس يشكل عليه تقسيم الذبح إلى قسم. الذبح ينقسم إلى ثلاثة أقسام وانتهى. ذبح لله، هدي وأضاحي وعقيق أو صدقة، وذبح لغير الله محبة وتعظيم الشرك أكبر، ذبح للجن أصحاب القبور. والثالث ذبح جامد. هذا الأخ من السودان جزاه الله خيرا يشتغل في السواقي يذبح خلفان جزاه يسح يذبح يبيح جاء يذبح جاء ضيف مثلا يصح يذبح حتى يأكل هو ولاده يصح لا اشتغل. إذا الذبح ثلاثة أقسام، ذبح لله وذبح لغير الله محبة وتعظيم الشرك أكبر. باب ما جاء في الذبح لغير الله ولم يقل من الشرك. نعم. بعد أن ذكر الذبح ناسب أن يذكر باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لماذا؟ لماذا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؟ لماذا؟ لأنك تكفر سواد أهل الباطل ولا يطعون موطئا يغيب الكفار. كيف تكفر سواد أهل الباطل؟ كيف؟ أنا لا أدري. دروس علمية تعقد. لماذا نكفر سواد السلف سواد أهل السنة ولماذا نكفر سواد أهل الباطل؟ واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء رجل واحد لا يعرف واصل ابن عطاء، ماذا صنع واصل؟ رجل واحد اعتزل مجلس الحسن البصري. تعرف ماذا صنع؟ شيء يسير، يعني أول البدعة شيء يسير. ماذا صنع؟ اعتزل مجلس من؟ الحسن البصري، يعني اعتزل مجالس أهل السنة. أصبحت هذه الفرقة اسمها فرقة إيش؟ المعتزلة. لماذا؟ لأن اعتزل مجالس أهل السنة. انتبه، لو تعتزل ممكن تكون معتزل يوم من أيام أنت لا تدري. والله هو واصل ابن عطاء لم يطلع له على بال أن يكون يوما من الأيام رأس لفرقة ضالة، فرقة المعتزلة، ما يدري هو هذا أصلا. صنع شيئا يسيرا، ذهب بعض الطلاب يقول أنا أدرس عند هؤلاء النحو، يا أخي يدس السم في العسل، يعني لا يعقل لا يوجد عند أهل السنة والجماعة من يعلم النحو ثم من أجل تتعلم النحو تضيع العقيدة. لا يوجد عند أهل السنة والجماعة من يتكلم على الفرق الضالة إلا تقرأ لأهل الضلال وتشاهد أهل الضلال هنا، صحيح؟ نعم. مقاطع مقاطع اليوم لأناس ضلال يسب في الأئمة ويسب في أم المؤمنين، وبعدين يقول انظر ماذا قال في أم المؤمنين، لماذا لا ترسل لي رسالة ماذا قال فلان في أمي؟ عجيب والله أخوان، مشاهدات أنتم تكثر سواد على الباطل. إذا لا يمكن لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله حتى لا يكفر سواد أهل الباطل. كفار مشركين مبتدعة، حتى لا يقوى الكفار على هذا. هذا يقول أنا أحتفل بعيد رأس السنة في بيتي، ما يجوز، لأنه وافق الوقت. ما نكفر سواد هؤلاء ولا نقوي هؤلاء. الثالث اضطرار الناس. هذا الأخ ذهب إلى رجل يدرس النحو مثلا، وهذا ذهب وهذا ذهب، ذهب الكل، مفهوم؟ طيب، المؤلف رحمه الله قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا في مسجد ضرار. ما علاقة مسجد ضرار بماذا؟ لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لعل هذا خطأ من بعض النسخ، من نسخ كتاب التوحيد أخطأ، صح؟ لا، ما يخطئ النسخ، هذا مسخ. من الذي يعرف ما الصحيح؟ ما علاقة الآية بالباب؟
اسمع ايش يقول مرعوف. نعم يا اخي اوقف. يقول مسجد ضرار بني كفر وارصاد، اصبر، كفر وارصاد وتفريق ومحاربه. اسس مسجد ضرار لاربعه اشياء صح ذكرت في الآن، للكفر والارصاد والتفريق، بدل ما نصلي في مسجد قباء صفين نصلي صف واحد، ومحاربه لدين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه ابدا في مسجد ضرار. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى في مسجد ضرار هو يصلي لمن؟ لله. لكن المكان يقرر فيه الكفر والارصاد والتفريق والمحاربه، والصلاه عباد والذبح عباد، ومن يقول خطا بعض النساخ؟ هذا الذي يعني لا يعرف فقه المؤلف هو الذي يقول خطا بعض النساخ. مؤلف بخاري هذا الزمن دقه في الاستنباط صح؟ نعم لله دره رحمه الله. اجلس. اذا الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله عباده، والصلاه عباده. أين يقع مسجد ضرار؟ من يعرف مكان وجود مسجد ضرار؟ نعم ايش مكان وجود مسجد ضرار؟ اسألوا هذول أصحاب الزيارات ممكن يدلوكم. لو واحد يقول لك، لو واحد يقول لك أين قبر الولي فلان تدل عليه؟ لو دللته مشارك له في الوجه. طيب مسجد ضرار اوقف اوقف. هذا الاخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألت انا اين يقع مسجد ضرار قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم وحرق، والهدم والحرق اتلاف للمال، ونهينا عن إتلاف المال. لكن إذا كان إتلاف المال لمصلحة رابحة يصح أن تتلف المال. بارك الله فيك. يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم وحرق، حرق المسجد وهدم المسجد إتلافا للمال لكن لمصلحة رابحة، حتى لا يتذكر الناس ويأتي بعض الزوار يقول ما المسجد ضرار؟ قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم وحرق، لا ندلك عليه. مفهوم؟ اي نعم. ولهذا يحرق رحل الغالي الذي يظل من الغنيم، اتلاف للمال لمصلحه راجحه. مفهوم؟ اذا يصح اتلاف المال لمصلحه راجحه حتى لا يتذكر، لان بعض الناس اليوم يقول طيب نريد نعيد بناء بعض الاماكن في اليمن، عندما بنوا أرادوا أن يبنوا كعبة حتى يحج إليها الناس، هل يمكن نعيد هذا البناء؟ للتذكار للتاريخ نقول لا. أيهما يقدم العقيدة والتاريخ؟ عقيدة لابد نقدم العقيدة. مفهوم؟ نعم. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى، كل مسجد أسس على التقوى نقوم فيه، وكل مسجد أسس على غير التقوى لا نقوم فيه. ولهذا أهل الخليج لابد تنبه على الخليج، أي إنسان يريد يبني مسجد قبل أن يبني المسجد في السودان لابد من الاتفاق على ماذا؟ على لجنة المسجد، من يؤم المسجد، من يصلي في الناس، لابد يقام فيه التوحيد، لأنه ممكن يبني بعض الناس مسجد ضراء صح؟ والله صدق يبنى المساجد ثم ياتي يتسلط عليها اهل البدع. لا، انت مسؤول امام الله، عندما تبني مسجد لابد تشرف على المسجد بعد البناء اهم من قبل البناء. طيب مهم جدا، اي انسان يريد ان يبني مسجد قل تريد تبني مسجد ضرار ابني المسجد واتركه، تريد تبني مسجد تتعهد هذا المسجد ما حيجي. طيب نعم.